وانا بالحقيقه عمري ما فهمت ايه شغلانه الانفلونسر دي، بس اعرفها من الشباب. الشباب دول كلهم عشرينات وانا حقيقه فخوره بيهم جدا، فاسمحوا لي ان انا اقدمهم. كريم لطفي طالب في الجامعه الامريكيه بزنس انتربرينور شيب، برافو يا كريم. فريده وليد انفلونسر ومتخصصه في المكياج الميك اب السينمائي. دكتور زياد الحضري هو دكتور اسنان صغير كده، بس هو دكتور اسنان واضح لسه خريج مش كده؟ لسه متخرج وانفلونسر ايضا. وحسن عبد الله انفلونسر وعنده مشروع خاص. عندك مشروع ايه يا حسن؟ انتيريو ديزاين وحاجات زي كده. انتيريو ديزاين يعني ديكور وحاجات كده داخليه. شباب اهلا بيكم، شكرا على المجهود الرهيب اللي انتم عاملينه على السوشيال ميديا. والاول كده نسال يعني ايه انفلونسر يا كريم؟ هي فكره الانفلونسر عموما هي طلعت من ان هي في حاجه انت ممكن نقول ان هي صانع محتوى، ان احنا بنبتدي كل واحد بيبتدي فينا يدور على المحتوى بتاعه ويدور ايه الحاجه اللي هتفيد الناس، لان انفلونسر شخصيه بتانفلونس اذر بيبل، ناس تانية. فاحنا بنبتدي نشوف مثلا ايه الحاجه اللي انا اقدر افيد بيها الناس اللي بتتفرج عليا، وبالذات ان انا لو بيجي لي مشاهدات كتير فازاي هقدر افيد فلان، الاطفال الصغيره السن الصغير، ازاي هقدر افيد الناس الكبيره اللي بتتفرج، الاودينس بتوعي ازاي هقدر افيدهم. فهي ايه اللي خلاك تفكر في الفكره دي انك تبقى انفلونسر؟ انا عموما ككريم انا بحب، كنت حابب فكره ان انا اطلع، انا كان نفسي ابقى مذيع راديو جدا والله جدا. فالحقيقه لما لقيت البلاتفورم ده موجود فقررت لا انا هطلع وهتكلم وهانتراكت مع الناس، لقيت اللي انا بحبه اون سوشيال ميديا، تاني مذيع راديو بالظبط، وقدرت ان انا اوصل للناس، قدرت ان الناس تنتراكت معايا في حوار الجامعات اللي انا بتكلم عليه، فحبيت الموضوع جدا. عندك فولورز قد ايه؟ 109 الف فولور انستجرام و200 الف فولور تيك توك. كويس برضو. بدأ بقى لك قد ايه بادي؟ سنه. طب ده كويس برضو في سنة. فريدة ليه فكرتي تبقي انفلونسر؟ أنا قصتي مختلفة شوية، أنا بحب الرسم قوي ودايما بعبر عن مشاعري بالرسم عموما، فاكتشفت أن أنا ممكن أرسم على الوش من وأنا تقريبا عندي 10 سنين، وكنت برسم لأصحابي في المدرسة وكده. وبعدين الموضوع تطور معايا أن أنا في 2017 بدأت أكتشف البلاتفورمز زي فيسبوك يوتيوب انستجرام وتيك توك، وبدأت أنزل وأنا بعمل ميك اب يعني بدخل في كاركترز مختلفة وبقلدهم بالصوت والتمثيل وكده. وبعدين في 2021 قررت أن أنا عايزة الستوري اللي أنا بقولها للناس تبقى بوصل مسج في آخر الفيديو، ما تبقاش بس مجرد فيديو بوري الناس الميك اب بتاعي، لا أنا أي حاجة بعملها أي فيديو بعمله بكون بناقش قضية موجودة في المجتمع. وفي الآخر بوصل مسج للناس عن طريق الميك اب والتمثيل، وده بيبقى هدف يعني 90% من الكونتنت بتاعي. عندك فولورز قد ايه؟ عندي على تيك توك 400,000 وعندي على انستجرام 40,000. بقى لك قد ايه؟ من 2018 تقريبا، من اول الناس على تيك توك بالذات في مجال الميك اب. ايه يعني نوع الناس اللي بتبقى عندك على معظم الناس بتبقى بيوتي اندستري، كله بقى الناس اللي بتحب الميك اب، الناس اللي انترستد في الاكتنج مثلا، كل الحاجات دي، بس مينلي البيوتي اندستري يعني. زياد انت دكتور طبيب اسنان، ايه اللي علاقه يعني ركز في طب الاسنان، ايه علاقتها بقى بالسوشيال ميديا والانفلونسنج؟ هو انا الموضوع بدا بجد صدفه تماما، انا طول عمري ماليش في السوشيال ميديا خالص ولا فيسبوك وانستجرام، كنتش بستعمل الحاجات دي خالص. فانا كنت قاعد في اندونيسيا فتره. اندونيسيا؟ ايه اللي وداك اندونيسيا؟ كنت في انترنشيب عايش هناك. اوكي. فالكورونا جت وحصل علينا حجر كلنا، وانا بجد كنت زهقان جدا في البيت، فبقيت اعمل فيديوز حاجات مثلا ازاي مامتي كانت بتقول لي اعمل ايه لما اغسل الاكل، مثلا ازاي اعمل ملوخيه ما اعرفش ايه، وانا كنت زهقان بقى وموريش اي حاجه، وقعدت اصور فيديوز، فجاه لقيت الناس كلها بتتفرج على بيشوفوني انا عايش ازاي مع الحجر. ففجاه لقيت نفسي بعمل فيديوز، انا بجد ما كنتش فاهم ازاي ده حصل بس. وبعدين دلوقتي ابتديت بقى كل شويه، على قد ما انا شخصيتي بتتغير وبكبر نفس الكلام الكونتنت بتاعي بيكبر معايا، فبقيت دلوقتي اعمل حاجات كتيره قوي، مثلا ممكن تلاقي فيديو معلومه اتعلمتها من جدتي، بعديها فيديو طريقه غسيل السنان الصح مثلا، بعديها فيديو كذا. بس ده مؤثر على يعني ده انت يعني دلوقتي دكتور صح. تشتغل بتمارس المهنه. أي. اكيد في مكتب في عياده دكتور مثلا او صح. تشتغل فين؟ في عياده. في عياده. طيب يعني ده بقى يعني ده شغال الى جانب ده. الاثنين مش مقصرين على بعض خالص، بل ساعات بيفيدوا بعض، يعني مثلا البيشنتس دلوقتي بقى يجوا عارفيني كده، حتى الاطفال الصغيرين، فبتبقى كيوت يعني.
كيوت. أي. حسن، يعني عندك مشروع خاص انتيرير ديزايننج او يعني ديكور او غيره، يعني هو الانفلونسر ده بيجيب فلوس يعني بيقبض فلوس يعني ولا ايه؟ يعني هو المجال عامه لما انت تيجي تشتغل فيه وبتبدا ان انت تجنريت فلوس منه، هو منين بقى بيجيب فلوس منين؟ ما هو انا لما بدات في الاول الصراحه انا ما كنتش اعرف اصلا ان الموضوع فيه فلوس، بس انا بدات من ان انا مجرد حبي في حاجه زي كده، بحب الانتاج، بحب الاخراج، بحب الكتابه، الحاجات دي كلها. فمن سنه صغيره حاولت اعمل الموضوع ده، تعرضت اول ثقافه جديده او ناس جديده عليا لما سافرت، كان عندي اكستشينج بروجرام، تبادل ثقافي في امريكا، فشفت ناس كتيره، شفت كونتنت كريتورز هناك وقابلت ناس هناك، فده غيرت فكري شويه، رجعني خلاني جد اكتر شويه عن ان انا اعمل فيديوهات واعمل حاجات اعرف اوصل بيها مشاعري وافكاري، طريق الفيديوهات، طريق الكوميدي، عشان انا بحب الكوميدي. فهو ازاي اقدر اوصل قضيه بمثلا كوميديا سوداء، ده كنت شاطر قوي فيه، فحسيت ان السوشيال ميديا محتضناني شويه في الحته دي، فبدات اعملها، بدا يجي لي الناس، بدات تهتم. كنت صراحه مخضوض شويه في الاول، قلت الناس ممكن ما تفهمنيش، ممكن تهاجمني، بس لقيت الناس متفاهمه حاجه زي كده. عندك كام فولور؟ عندي 2 مليون على تيك توك، وداخل على 400 على انستغرام. وزياد عندك كام فولور؟ يعني اي ثينك 3 مليون على تيك توك اولموست دلوقتي، ومليون على انستغرام. الله، ايه ده، برافو جميل. انا عايز اعمل انفلونسر، عايز اشتغل انفلونسر، زهقت، عايز اشتغل انفلونسر بجد يعني.